نايلة الخاجة هي صانعة أفلام، مخرجة، كاتبة سيناريو ومنتجة، وتعتبر واحدة من الرائدات في عالم السينما في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي، وهي المؤسس لشركة الإنتاج المعروفة D7 Motion Pictures، والتي تأسست عام 2005 كشركة متخصصة في الإنتاج التلفزيوني والسينمائي والإعلانات التجارية. حب نايلة الخاجة وشغفها بالأفلام هدى الطريق لإقامة أول نادي للأفلام في إمارة دبي عام 2007 تحت مسمى The Scene Club، والذي يضم حالياً أكثر من 10,000 عضو ناشط. البداية كانت مهمة لأني تأثرت من الأفلام الأبيض الأسود الهندية. كانت عندنا مجموعة كبيرة في البيت، يمكن أكثر من 300 أو ما أعرف بالضبط كم مجموعة، بس أنا شفت مجموعة كبيرة من الأفلام اللي هي قبل ما يدخل اللون أو قبل ما نسمي هاي الصناعة بوليوود. شو صار فيها؟ صرت أني أنا أحب أسرد القصص، عندي شغف في سرد القصص، وبما أن أنا في الإمارات طبعاً أحب أني أنا أسرد قصص إماراتية إلى العالم. فبدأ الحلم هني، ويعني تخرجت سنة 1998 من التقنية. أيامها ما شيء، يعني ما في حد كان يدرس فنون أو الفن السابع ما كان يدرس في الإمارات، فاضطريت أني أسافر، فصرت كندا وخلصت 2005 وبديت مكتبي اللي هو D7 للإنتاج السينمائي. بما أن مجال السينما مجال جديد في الإمارات ولكنه قديم في أنحاء ثانية من العالم أو صناعات ثانية، فالواحد لازم أو أكيد في شخص يكون يعني متأثر منه أو هالشخص يعني شجعه أو كان دافع له أنه يدخل هالمجال. أنا مثل ما قلت في بداياتي أني شفت أفلام أبيض أسود باللغة الهندية، وأيضا شخصية أمي وأبوي هم يحبون سرد القصص وعندهم روح فكاهية، فأنا ما ألومهم بس أكيد أنهم أثروا فيني أنا دخلت المجال، لأن كوني أحب الفن السابع من ناحية أنك أنت تقدر تستطيع تأخذ قصة من البيئة الإماراتية وتنشرها في العالم، فهي قوة بذاتها، يعني لأن هذا فكر أيضا وثقافة. ونفس الوقت يشدني أو اللي يشدني أكثر شيء في هذا المجال، لأن أنا أحب أرسم، لأن المجال مرئي، يعني أنت ترسم بالصورة بالكاميرا وتخلي الشخص اللي يشوف الفيلم يعني يدخل هذا الجو معك أو يدخل داخل الفيلم وياك بالمشاعر الموجودة. أنت يوم تشوف الفيلم ما تستخدم بس العين، تستخدم عينك، إذنك، إحساسك، فخلال ساعة ونص فعلاً أنت تكون جزء واحد من هذا الفيلم. كان شعوري يوم سويت أول فيلم كنت جداً فخورة أني سأصور هالفيلم، بس نفس الوقت كأن حد حاطني في داخل فريزر، لأن البرد موجب -30 degrees في كندا مع الرياح. فمع اني كنت ياس اخرج، بس فكره واحده بس في بالي اني انا بكون ابغى اكون داخل السياره. او حتى اتذكر ان كنا نمشي نصور مشهد، ادخل محل يعني مثلا احذيه ابغى اشتري شيء بس عشان اتدفى واطلع مره ثانيه. يعني فعلا تعب، كان وايد تعب، وكان التصوير فتره طويله 12 يوم، وصورت على فيلم مش ديجيتال، يعني كل صورة أخذها ما روم أعيدها، فيوم بعد التحميض أنت تشوف أنت شو صورته. فهناك في مغامرة، في مخاطرة، وتتعلم أشياء وايدة، تتعلم أيضا روح العمل مع فريق محترف، مع أن نحن كنا طلاب، ولكن تعلمت بوجودي في كندا أن كيف الشخص يحترم العمل اللي هو فيه. فإنك أنت تكون في مجال السينما مش والله عسب الريد كاربت يعني أو هاي الأمور كلها أو الأشياء اللي الناس تحبها أكثر شيء مثلاً يعني الشهرة أو المادة، لا بالعكس. أنا أقول لك إن 80% من العالم اللي داخلين مجال السينما كلهم مفتقرين أو بردانين، غير أنهم يعانون هم يصورون هالفيلم. الدافع الأساسي الشغف لهالمجال، إذا أنت ما عندك الشغف أو داخلنا فقط للشهرة أو المادة مستحيل الواحد، أنا ما أعتقد إنه ممكن ينجح، لأنه لازم يكون عنده حب حقيقي لهذا المجال وأيضا إخلاص. بما أننا نحن نشوف زي أفلام، حبيت أقول أني تأثر طبعا في السينما الهندية ومن المخرجين المستقلين الهنود. حبيت أنا فيلم اللي هو واتر لديبا مهتا، ومثل ما قلت أنه هي خذلها 5 سنوات لما خلصت فيلمها، وأيضا أن القصة المعروفة أنه ما قدرت تصور فيلم في الهند لأنه جالها تهديدات، فصورتها في سريلانكا. فهذا يعني نموذج ان كيف الواحد ممكن حتى يخاطر في حياته. بس الفيلم كان جدا قوي عن حياة غاندي،
والفترة هذه الموجودة في الهند. وأيضا من الشخصيات اللي أحترمها في مجال السينما لأنها تبحث عن القصة المهمة، ومش بس فقط الأمور اللي نشوفها في التلفزيون أو في السينما، اللي هو أمير خان كممثل. وأحترم أكثر كمنتج لأنه دائما ينتج الأفلام اللي هي عن المشاريع أو المواضيع الاجتماعية اللي تمس البشرية أو الإنسان نفسه. فشفت لكذا فيلم يمكن مش مشهورين في السينما ولكن جدا تأثرت فيهم واحترمته كإنسان، لأنه يعني عنده شغف واهتمام في القصص الاجتماعية سواء كانت سياسية أو إنسانية. كمنتجة ومخرجة سينمائية فزت بجوائز عدة، ولكن أهم جائزة لي معنويا اللي هي أعطتني إياها المرحومة بنازير بوتو من قبل 10 سنين. الجائزة اسمها Emirates Women of the Year 2005، هاي احتفظ فيها، موجودة عندي في المكتب. في جوائز ثانية طبعا حبيتها اللي هي أفضل مخرجة من مهرجان دبي السينمائي 2007، وآخر جائزة في العام لفزتها وطلعت فيها باسم الإمارات، طبعا هذا فخر لي ولدولتي، إن هي في مهرجان فلورنس ميدل إيست فيلم فيستيفال، من بين 51 فيلم فاز أفضل فيلم ومن بين 20 دولة. أي شيء المرأة تخوضها لأول مرة أكيد بتشوف فيه عراك وبتشوف فيه تحديات، وأيضا يعني نوع من الصعوبات الموجودة. يعني إذا المرأة كان أول وحدة إماراتية سائقت سيارة أو أول مذيعة إماراتية، كلهم أكيد حصلوا على نقد كبير جدا، ولكن اليوم بالعكس نحترم المرأة في كل مجال. نفس الشيء الإعلام ذو يعني حدين، أنت كيف تستخدمها هذا أمر راجع لك. فأنا أحاول في أفلامي أني أحترم المكان، أحترم البيئة اللي أنا فيها نفس الوقت، ولكن أخلي الفيلم يكون أيضا ممتع، وإذا كان يخوف يخوف أو فكاهي فكاهي، بس نفس الوقت أني أنا عارف حدودي كإماراتية كمخرجة. وبس أنا أهم شيء عندي أن القصة تكون قوية وأمسك مشاعر الجمهور أو الشخص اللي يشوف هذا الفيلم. وبإذن الله يعني اتوفقت لهذا اليوم مع دعم الأهل، وإن شاء الله أقدر أسرد قصص من الإمارات أنها توصل العالمية، هذا هو حلمي. نادي المشهد أو أيضا معروف بكلمة The Scene Club، يعني يوم من الأيام كنت جالسة وشفت الأفلام اللي في السينما ما شدني ولا فيلم، حتى يمكن لين اليوم أنا أشوف الأفلام اللي على السينمات التجارية ما تشدني هالأفلام. أحب الأفلام اللي هي أكثر تكون هادفة، وأيضا تكون من جميع دول العالم، أني أتعرف على ثقافات ثانية. فقلت ليش ما نفتح نحن نادي يستقبل هالأفلام مثل مهرجانات، يعني أفلام المهرجانات، وبس تكون مش فقط من يعني مثلا 9 أيام أو 8 أيام مثل المهرجانات، بس تكون على مدار السنة. فنادي المشهد أهم شيء أنه يجيب ناس، يعني في نوع من يعني نفس العقلية نفسها تكون موجودة، فعنا نوع من الاتصال مع الجماهير اللي تحبها الأفلام. سويناه من مكان، أول ما بديت النادي كان عندي فقط 51 عضو، اليوم عندنا أكثر من 10,700 عضو، وأفكر أني أفتح فرع في أبوظبي وأيضا الشارجة بما أنه ناجح جدا. ومن 2.5 سنين ماشي مكان يعني حتى الواحد يجلس، عندنا 400 كرسي في المسرح، ونيب أفلام من أكثر من 120 دولة. فأنا جدا فخورة مع، طبعا هذا مش مجهود شخص واحد، في فريق عمل مجتهد وأيضا متطوعين. هو نادي ليس للربح المادي، ولكن نادي فتح الأبواب على الناس هني أنهم يجون ويشوفون الثقافات الموجودة والأفلام الثانية. أنا عندي واحد مثلا دخل النادي وشاف فيلم بحياته ما شاف فيلم مستقل أو غير المعروفين البوليوود والهوليوود، فيوم شاف الفيلم استغرب قال معقولة في أفلام شي قوية؟ قلت له، قال لي خلاص أنت يعني خلاص أنا تحولت. فمن اليوم رايح كان عندي هذا العضو الحين أكثر من 6 سنوات وهو يحضر نادي المشهد، ونشوف عوائل أيضا يحضرون. وفتحنا جزء جديد نادي المشهد للأطفال، أن نعلمهم من صغرهم أن في ثقافات ثانية في العالم، مش فقط الأفلام اللي تشوفها تجارية، ولكن أيضا أفلام ثانية. هاي تحرك عندك عضلة المخ، يعني تشوف الفيلم وتفكر فيه، لأنه يكون أيضا غير الثقافي، يعني يكون في محتوى عميق جدا. فأنت حتى عقب ما تشوفه يكون في نقاش مع المخرج أو الممثل عن محتوى الفيلم وهدف الفيلم. فأفلام هادفة ونفس الوقت ممتعة. يعني
وبكده مشاهدينا الاعزاء نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده. بتمنى ان الحلقه عجبتكم وان احنا كنا عند حسن ظنكم. ما تنسوش تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهره امامكم على الشاشه، واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله.